واخوة ولي كتافي وبغاو يشردوني واخوة ولي كتافي وقطعني راجلي وبقى نطلب علي وكيقول لي ديري إقامة البيت باش غن باش غنديرو وانا بابا طراش وانا بابا طراش اجي انا صاحبي راه عايب الوالدين وانا بقى بابا طراش عندك مشكلة، عندك شكاية أو عندك أي موضوع بغيتي تطرحه علينا أو أي خبر بغيتي تقوله لنا، اتصل بنا على 00 01 42 94 00. الله يسمح لي كنطالب الحق ديال الام ديالي اللي كنطالب وانا الناس اللي كتحن فيا وانا الدم الصغير اللي جرى لي الدواء اللي جرى لي دابا المابوس وما عنديش ونحبس على برا سجن على برا والله تحبس على برا قسما بالله تحبس على برا بنادم ولا شي تسبع لي في دار وخايف شي يخرج شي الزن شنو يلاه اسمح ما كتحس بشي حاجه الحكره انا ما دويتش انا قالوا لي المخزن قلت لهم بينكم بين الوالدين الله يسمح لي من الوالدين وادي عواش صافي خواو راه بزاف والله الا بزاف انا حكره كتحس بها واجيدي كتحس بالام ديالك بحال هكا راه بزاف كتجينا واحد البلاغ بغير الاعتبار ما جاتها لا ورقه ديال الافراغ ما جاتها سينياتور سينات عليه ما والو جاتنا حاجه وحده من عند جاتنا حقا خصكم تجمعوا لنا واحد الوثائقات يعني في اي وثيقه قديمه عندكم في هذا المكان جيبوها انا بالظرف عندي لاكارت في فرنسا مع صايبتها في ديار فرنسي صايبتها تمايا وعندي لادريس ديال فرنسا وهادي دونك جيت البلاد هنايا دخلت في 2019 بقيت مريح في بلادي جات كورونا الله لي عالم وقع لينا واحد الظروف ماشي حتى ليه جينا هنايا قالوا لك خصك تجيب لنا الوثائق في موتاكس مشيت ديت لهم الوثائق للموتاكس قال لكم تبقاو نهار الجمعه غادي نجيبوا لكم واحد الورقه وغادي نمركم كل واحد والنمره ديالو قلت له اوكي سامارش واش انا قال لي واخا ما تكون واخا تكون نتايا انت معني بالامر عادي بحال الام ديالك بحالك انت بحال كي صافي استاذ بقيت مشيت ديت لهم الوراق جيت نهار الجمعه جمعه الصباح جمعة ديك مورا الجامعة جاو هنايا واحد الورقة عطاوها لينا سينيت عليها بصمت واحد لونكر اللي ديال لومبلانت درتو من عند ديال المقدم درتو صافي جاو بدا كيصور خد نمرة واحد من هنا جوج ثلاثة أربعة الخمسة جا عندنا هنايا دار ستة صورني جا هنا دار سبعة جا دار ثمانية ليه دار تسعود يعني حنا تسعود الأفراد هنايا تسعود العائلات جاو هنايا صافي صورني كنتفاجأ مشى واحد ساعة ونص كنتفاجأ باش بواحد ردة الفعل جا قال لي حكا نتايا ماماك ما ساكناش هنا قلت لي علاش عندها لاكارت ناسيونال كان معاه المقدم وين نقص المقدم اش قال لي شوف ولدي قال لي انت حيت انت عندك لاكارت في فرنسا وهادي يعني امك الا خصها تجي غتسيني وغيعطيها قلت لي صافي غدا غادي قال لي شوف هالوثائق اللي تجيب لينا تجيبهم لينا ديريكت للموتاكس مشينا ديناهم للموتاكس ما رفضوهم قال لي خصك تمشي ديري واحد الشكايه مشات هي مشات دارت شكايه ودات ولا حق تسنيت 12 يوم فاش جاو كنتفاجئوا جاو واحد عندنا واحد جوج الناس قال لكم التراب الوطني حنا كنتفاعلوا مع اي واحد حنا حيت باغينا الحق ما باغين حتى شي حاجه باغي سكن انا فلوس غادي حنا شدينا الفلوس اش غنديروا بها والو